وللحديث عن قانون قيصر الأمريكي وتأثيره على النظام السوري وحلفائه ينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار. أستاذ غزوان مرحبا بكم. يعني خبراء روس يقولون أن هذا القانون سينقل العقوبات الأمريكية إلى مستوى جديد لأنه سيلاحق المتعاونين مع النظام السوري مثل روسيا وإيران. باعتقادكم هل سينجح هذا القانون ويؤدي إلى أفول بشار الأسد؟ تحياتي لحضرتك وللأخوة المشاهدين. بطبيعة الحال حزمة العقوبات المتوقعة من يعني بمجرد إعمال نصوص هذا القانون والبدء في تطبيقه، أتوقع أنه ستشكل صدمة كبيرة جدا من شأنها أن تخلخل أركان النظام. بطبيعة الحال لا تسعى الولايات المتحدة لإسقاطه عبر هذا القانون، إنما تسعى إلى تطويع إرادة النظام وتركيعه لحتى يقدر ينسجم مع موجبات الحل السياسي اللي ارتسمت معالمه عبر القرارات الدولية وآخرها القرار 2254. طيب. الروس الحقيقة إذا كانوا يتوقعوا يعني أثر مديد لتلك العقوبات فليسيروا في يعني ليضغطوا على حليفهم بشار الأسد لينصاع لموجبات الحل السياسي ويكون هناك انتقال سياسي سلس للسلطة في سوريا وليغادر هذا الطاغي المجرم السلطة يعني ويريح الشعب السوري من ارتدادات أيضا تلك العقوبات التي ستفرض على رجالات النظام ومؤسساته وكل داعميها أيضا. طيب أستاذ غزوان، لكن هل كانت الولايات المتحدة بحاجة لقانون حتى تنهي نظام ارتكب كل هذه الجرائم والمجازر بحق الشعب السوري؟ أكيد لا تحتاج الولايات المتحدة إلى قانون، ولكن صور الشاهد قيصر شكلت صدمة للضمير العالمي، رغم أنه كثير من المنظمات الحقوقية لديها اطلاع ومعرفة بكل ما يجري من جرائم وانتهاكات في سوريا، ولكن صور قيصر كان لها الوقع الأكبر في إحداث صدمة لدى المجتمع الدولي أوجبت إصدار مثل هذا القانون، رغم أنه أخذ سنوات طويلة يعني إلى حين صدوره. بطبيعة الحال الولايات المتحدة لو أرادت الحسم ابتداء لحسمت الموقف منذ جريمة الكيماوي وتعدي النظام السوري الخط الأحمر الذي وضعه أوباما، لكن إدارة أوباما لم تكن جدية وكانت تقايض على إيران على الوضع السوري في سبيل مصالح عليا خاصة في الولايات المتحدة. الآن قانون قيصر هو رسالة أمريكية أيضا للروس والإيرانيين أنهم يجب أن ينخرطوا في الحل السياسي ويكونوا أكثر جدية مع النظام السوري في إخضاعه لموجبات الحل السياسي المنصوص عنها بخريطة الطريق الدولية وفق بيان جنيف والقرار 2254. أستاذ غزوان، هناك من يرى وربما يعتقد أن قانون قيصر سيكون هو مجرد حلقة أخرى في سلسلة العقوبات الأمريكية على النظام السوري، بمعنى هل تعتقد أن قانون قيصر سيكبل روسيا وإيران الداعمين الرئيسين لنظام بشار الأسد؟ يعني إذا لم يكن يكبلهما لكن يكون له أثر أيضا على مصالحهم الاقتصادية ومصالحهم المتوقعة في ملف إعادة الأعمار في سوريا. لن يكون هناك إعادة أعمار ما لم يكن هناك حل سياسي يرضى عنه الشعب السوري، وهذا موقف معلن من الولايات المتحدة ومن دول المجموعة الأوروبية بكاملها، وبالتالي لا تستطيع روسيا النهوض بمسؤولية إعادة الأعمار لأنها لا تملك الإمكانات الاقتصادية اللازمة لتلك العملية بدون تمويل دولي غربي تحديدا. لذلك مصلحة الجميع تتقاطع اليوم عند وجوب ترحيل هذا النظام العفن الذي ارتكب كل تلك الجرائم. يعني على روسيا أن تدرك أن هذا النظام لم يعد ممكن إعادة تأهيله ولم يعد ممكن أن يكون جزء من مستقبل سوريا، وبالتالي الانصياع لموجبات الحل السياسي هو الحل الأمثل للجميع.
طيب أستاذ غزوان، ماذا عن مناطق شرق الفرات؟ إلى أي مدى سيتم تفعيل هذا القانون هناك؟ لا سيما مع مساعي روسيا لفتح الطرق الدولية في شرق الفرات وحلب اللاذقية ما يعرف بأنفور. حسب ما فهمت أنه سيكون هناك استثناء لمناطق شرق الفرات باعتبار أنه تسيطر عليها قوى مدعومة أصلا هي من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. لكن العقوبات هي تفرض على مجموعة أشخاص أو كيانات تقدم الدعم للنظام السوري، وكل مسار من شأنه أن يخدم المصالح الاقتصادية للنظام السوري سيتم إغلاقه. لن تتسامح الولايات المتحدة في موضوع العقوبات لا مع روسيا ولا مع إيران ولا مع أي قوة دولية أخرى ممكن أن تقدم الدعم للنظام السوري. أصلا الحالة السورية وصلت إلى يعني مستوى استنفذت فيه كل المعطيات، يعني ما عاد ممكن الاستمرار بالحل العسكري، ومرحلة المراوحة في المكان أيضا ستنتج مزيد من المشاكل الإقليمية والدولية، وبالتالي صار من الموجب دوليا صناعة حل سوريا. قد يكون هذا القانون واحد من أدوات إرضاخ وإخضاع النظام السوري لما يتعين عليه إنجازه من التزامات في مسألة صياغة وإنجاز الحل السياسي في سوريا. أستاذ غزوان، تحركات أيضا في ألمانيا لمحاكمة الضباط المشاركين بجرائم ضد المدنيين في سوريا، الآن أيضا قانون قيصر الأمريكي، لكن هنا هل يمكن أن تكون هذه المحاكمات تمهيدا للعدالة الانتقالية في سوريا في المستقبل القريب والمنظور؟ الحقيقة سياق العدالة الانتقالية سياق مختلف، يعني لأنه العدالة الانتقالية لا يمكن البدء فيها بدون حدوث انتقال سياسي في سوريا. الآن المحاكمات تجري وفق مبدأ الاختصاص العالمي اللي منصوص عليه في بعض قوانين الدول الأوروبية، وهذه ثغرة فتحها القانونيون السوريون بالتعاون مع منظمات حقوقية غربية لجعل ملف المساءلة والمحاسبة حاضرا دائما، لأنه السياق الدولي العام انساق باتجاه حل سياسي ولو على حساب المساءلة والمحاسبة. كم الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في سوريا لا تسمح بصناعة سلام ما لم يكن هناك مساءلة ومحاسبة، بما أن روسيا تجهد كل مسعى لإحالة ملف الجرائم والانتهاكات إلى عبر مجلس الأمن إلى محكمة الجنائية الدولية، فلجأ السوريون إلى هذا المبدأ العالمي الموجود في بعض قوانين دول أوروبية لوضع ملف العدالة على الطاولة دائما. أو وناحية أخرى أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب، سيتم محاسبة ومساءلة كل المرتكبين والمنتهكين للجرائم الكبرى التي يمكن تصنيفها على أنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية من أي طرف كانوا. المساءلة والمحاسبة هي الخطوة الأولى وهي جسر العبور نحو صناعة السلام في سوريا، ثم يبدأ مرحلة العدالة الانتقالية التي يعني لها أوجه متعددة ويمكن التوافق عليها على المستوى الوطني. عبر سكايب من مدينة مرسين التركية، غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، شكرا جزيلا لكم.